يا صباح الخيرات، اليوم موضوعنا جديد هو عن الوساطة الروحية. I know، أعرف أنه البعض منكم ممكن أول مرة يسمع عن الوساطة الروحية، لكن خليني أقول لكم معلومة أنه أنا صار لي تقريبا سنتين أدرس الوساطة الروحية هنا في أمريكا. السالفة وين؟ الحلو وين؟ أنه أنا لما بديت أدرس وساطة روحية، لما بديت أعمل جلسات وساطة روحية للآخرين، يعني قلت واو سبحان الله، انه الله سبحانه وتعالى كيف خلق الانسان واعطاه كثير كثير من الهبات، بحيث انه الى القدره انه يتواصل مع ارواح اشخاص متوفين. نعم، ارواح اشخاص متوفين. الوساطه الروحيه الجمال فيها انك مو فقط تتواصل مع اشخاص متوفين، يعني اذا عندك مثلا الجد او الجده متوفي، انا ممكن انه انا اتواصل وياهم واوصل لك رساله من عندهم، لكن الاحلى انك تتواصل مع المرشدين الروحانيين حوالينك، مع السبيريت. اذا سامع كلمه سبيريت بالانجليزي معناها الروح او العالم الروحي، اوكي؟ فلما احد الجلسات اللي انا عملتها، وطبعا هذا الشيء ذكرته حتى في السناب، انها قمت في جلسه وساطه روحيه مع سيده. هذه السيده هي تتكلم الانجليزيه، كون يعني ساكنه في امريكا، هي ايضا تتكلم الانجليزيه، لكن هي اصلها من البرتغال. فلما عملتها يعني جلسه وساطه روحيه، استحضرت جدتها، وجدتها كانت المفروض تتكلم اللغه البرتغاليه، اوكي؟ فالجميل في الموضوع، الجميل انه في عالم الروح انت تقدر تفهم كل اللغات. هاي المعلومه بحد ذاتها قلت واو، يعني تخيل انه انت لما تتواصل اثيريا مع روح شخص متوفي، او مع روح اي احد انت حاب تتواصل وياه، من الحكماء، من اي احد، مع ممثل متوفي، مع اي شخصيه، اوكي، مهما كانت لغته انت تقدر تتفاهم وياه وتتواصل وياه وتعرف الشيء اللي قاعد يتكلم فيه. هاي الجزئيه والله العظيم انا لما عرفتها قلت واو، والاحلى وصلت لها رساله جدتها اللي كانت تتكلم غير لغه، لكن انا فهمتها بالعراقي، يعني انا قاعده احكي عراقي فافتهمتها ووصلتها، وهذه السيده تشكرت لي. فخليني اقول لك هذه المعلومه، عالم الروح موجود، نحن ساكنين في كون طاقي ذبذبي روحي. ولما انت حتى يعني في هذا الفيديو ما اريد فقط اقول لك هاي المعلومه، اريدك تسوي تطبيق وياي. هذا التطبيق هو شنو؟ التواصل او استشعار من معك، او استشعار الروح اللي وياك. الحقيقه نحن يعني احنا نعيش في كون مليء بالارواح. وعالم الروح حسب دراستي هنا في امريكا، واخذت فيه تخصصات كثيره من بريطانيا ومن امريكا ومن كثير، عدد تجاربي مع هذا الشيء، فعندي خبره، ممكن اقول عن نفسي عندي خبره بهذا الشيء. هناك الكثير من الارواح حوالينا، مثل الملائكه. الملائكة هم موجودين في كل الدنيا، هناك ملائكة في المساجد، ملائكة في كل بيت، ملائكة في كل مبنى، ملائكة في المستشفيات، ملائكة everywhere. لكن لما انت تكون مراقب لها، ناقل وعيك الى انه واو فعلا اكو ملائكة حوالينا وانا ممكن اتواصل وياهم، لما تراقب هل هناك ملائكة معي الان، اوكي، تنقل وعيك لهذا الشيء وتقول الى ملائكة الحارس على سبيل المثال، ملائكة الحارس او الملائكة المحيطة بي الان، رجاء ساعدوني في كذا وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى اعطاك الملائكة كهدية. الملائكة يحترمون الارادة الحرة لك، اوكي؟ الملائكة تحترم إرادتك الحرة، بما معناه هي أو هم ما يساعدوك بدون ما أنت تطلب، وهم هم موجودين في كل مكان، موجودين حتى في المكان المحيط بي الآن، موجودين ملائكة، أوكي؟ وممكن أنا فقط لما أطلب مساعدتهم، رجاءً أنجلز ساعدوني مثلا في الموضوع الفلاني، في الموضوع اللي أنا أريده، هم راح يساعدوني في طريقتهم الخاصة، أوكي؟ فالقصد، لانه هوايه ينطرح علي هذا السؤال، انا ليش اطلب من الملائكه وما اطلب من الله؟ الله هو فقط اعطاك هذه الهديه، انت مخير ايها الانسان انك تطلب مساعده الملائكه او لا تطلب. فقط يعني انت قاعد تسمعني الان، خليك اطلب من الله سبحانه وتعالى، الله هو مصدر كل الطاقات، الله هو الكل في الكل، الله الله الله. لكن الله يحبك، الله يرعاك، وحتى انت تكون في افضل احتمالك، سخر لك الكون كله، ومن ضمنهم الملائكه، فانت
مخيم، تطلب مساعدتهم او لا. فالارواح اللي حوالينا اوكي كمرشدين روحانيين هم ايضا موجودين، لكن انت مخير، انت بإرادتك الحره، انت باختيارك تطلب مساعده الارواح او لا. فحسوي تطبيق حلو. طبعا انا راح احكي على السريع حتى الفيديو ما يطول عليك وحتى ما تمل. اريدك مستمتع. اجلس بمكان مريح في بيتك، شغل لك شمعة، الشموع تنظف الحقل الطاقي لك وتخليك في حالة استرخاء وحالة ريلاكس. شايفين الأفلام الرومانسية لما الحبيبة تشعل شموع لحبيبها يكون الجو حلو، أوكي؟ فحقيقة هذه هي طاقة الشموع. يعني بالنسبة لي أنا أحاول أوصلكم المعلومات بطريقة ممتعة وبطريقة تتقبلها، أوكي؟ ما أحب إنه أنا أحكي لكم مصطلحات طاقية وما أدري شنو وعقد مخك، أحب أبسط المعلومة. فيفضل إنك تجلب شمعة وياك، تجلس يعني في مكان هذا بعيد عن المقاطعات. لو حاب شغل لك موسيقى على دلتا ويف، دلتا ويف، أوكي؟ أو دبدبات الحب اللي هي 528. ممكن تستخدمها من الانترنت او ممكن انك تشتريها. بالنسبه لي بعض الاحيان، بالنسبه لي طبعا انا ما اكو هاي دعايه او روح اشتروا او شيء، لكن انا عندي برنامج سال الخاص بالدكتور صلاح الراشد، ممكن انت لو حاب اشتري واستخدمه او عندك اليوتيوب. زين، اجلس مكان مريح بعيد عن المقاطعات ويا شمعه وغمض عيونك وريدك تركز. طبعا ما اسالكم تامل، انا اقول لك خطوات التامل وانت تطبقها مع نفسك، لكن بليز هذا الشيء لازم انت تطبقه دي يعني يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم حتى انت تشوف النتيجه، مو تجي تطبق ليها مره واحده وتقول انا ما شفت شيء، اوكي؟ فشمعه، مكان مريح، جلسه مريحه، ظهرك مستقيم، اوكي؟ او حاول انه ايدياتك مو هيك، لا رخي جسمك ورخي اقدامك، ممكن تكون متربع اتس اوكي، لكن لا تحط لي رجل على رجل، لا التربع اوكي، او فقط مدد سيقانك الى الامام وركز على تنفساتك قد ما تقدر، شهيق ببطء، زفير ببطء. التنفس يربطك بعالم الروح، التنفس يربطك بملائكتك الحارسه. كرر عده مرات شهيق ببطء، زفير ببطء مع الموسيقى اللي اختاريتها، وحاول تستشعر انه وعيك داخل جسدك او داخل هالتك يتوسع اكثر واكثر. ممكن تتخيل هالتك باللون الابيض تتوسع، يصير هيجي مثلا، بعدين يصير هيجي، بعدين يصير هيجي، بعدين يصير هيجي، وتملى مكانك. بكثر ما انت وسعت حقلك الطاقي، اوكي، بكثر ما هذا الشيء ساعد انه تستقبل طاقات روحيه حلوه، اوكي؟ فابدي بعدين قول من الأرواح المحبة اللي ممكن تتواصل معي الآن، أو ممكن تطرح سؤال ثاني، من الملائكة الموجودين معي الآن وأني أقدر أتواصل وياه، أوكي؟ أو من المرشدين الروحانيين، أو إن كان عندي مرشد روحي، طبعاً كل واحد عنده مرشد روحي، إلى مرشد روحي رجاءً أظهر الآن أو خليني أستشعر وجودك. راح تلاحظ أنت في حالة ريلاكس، موسع حالتك، طاقة باللون الأبيض تجي حوالينك أمامك، ممكن، وحتحس حتى إذا أنت ما شفت، بليز حتى إذا أنت ما شفت، ترى هاي السالفة ما لها علاقة بالعين الثالثة، هواي أشخاص يقولون أني أخاف أفتح عيني الثالثة، ما لها علاقة بعينك الثالثة، استشعار القلب. والقلب القلب، أنا أحب هاي الأغنية، يعني استشعارك في قلبك، حتحس بطاقة مثل الريكي، إذا أنت ممارس للريكي تستشعر بذبذبات قوية فعلا بثقل بجسمك، طاقة مريحة. هذا معناه أنه أنت استدعيت أحد الأرواح، ممكن ملائكتك الحارسة. على فكرة هذه الطريقة لجلب الأرواح المحبة، أنت أبدا لا تجلب أرواح شريرة. ليش؟ لأنك مخلوق من الله، ولانك عندك ملائكه حارسه، ولانه اول ما بديت حطني انا نسيت اقول لكم اياها، انوي الاتصال بنور الله واطلب الحمايه الالهيه من الله من ملائكتي الحارسه، حتى شنو تشعر في امان، حتى اذا انت نسيت هذه الجزئيه اتس اوكي، ماكو يعني اني موجوده. فراح تحس انه اكو فعلا في الطاقه قدامك او طاقه امامك، اوكي؟ وممكن تسال سؤال، ممكن تسأل أي سؤال
على سبيل المثال أنا مثلا أحد المرات لما سويت هذه الجلسة مع مرشدين الروحانيين، كانوا ظهر لي 4 أشخاص، 4 أرواح اللي هم مرشديني الروحانيين، ونصحوني بشرب الماء بكثرة وأخذ فيتامين سي. حقيقة بالنسبة لي أنا ذاك الوقت فعلا كنت محتاجة أشرب مي هواية، لأنه دا أشتغل ودا أطلع أروح للجيم أو يوغا أو إلى آخره، لأن أنا يعني معلمة يوغا إذا أنت ما تعرف هذا الشيء. فكنت يعني هل ما أشتغل دا أنسى أشرب المي بكثرة، او فهذا كانت الشيء اللي انا محتاجته. فمثل هيك معلومات ممكن انك تاخذها من ملائكتك الحارسه او من مرشديك. على فكره انت ممكن تختار الشخص الروحي اللي انت حاب تتواصل وياه. هذا الشيء ما يجي بيوم وليله، لازم انت تستمر 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 تطور مهاراتك بهذا التامل الحلو. اوكي، خلينا نقول هذه يعني مبدا من او مقدمه لمنهج الروح. عندي منهج اسمه خفايا الروح. منهج خفايا الروح راح يكون شامل عن الوساطة الروحية، راح يكون شامل عن الحدس. لو تعرفون ايش قد الحدس مهم، تابعوا سنابي. انا راح احاول الشغلات اللي انزلها بالسناب انزلها على قناتي التليجرام، انزلها على قناتي اليوتيوب. فمو معناه انه اني هذا فقط داسلكم دعايه، لا، انا احب افيدكم، وفي كل مره راح اجيب لكم تطبيق حلو تطبقوه وتحبوه، واكتبوا لي بعدين بالتعليقات. اوكي، كانت ياكم نور فرج، وهذا خلينا نقول اول تطبيق، وانتظروا قريبا ان شاء الله الاعلان عن منهج خفايا الروح، منهج متكامل، منهج يعني مكثف، يعني كانك فايت سايكيك سكول، مدرسه روحيه عن الروح، عن الحس، عن كثير كثير امور راح تستفاد منها. كانت ياكم نور فرج، وشكرا لمتابعتكم قناتي في اليوتيوب. Thank you.